مرحبا رمضان، مرحبا رمضان. فصل. والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والحجامة والقيء والقرآن، دال على أن الجماع مفطر، فالأكل والشرب لا يعرف فيه خلاف، ولا يصح عنه في الكحل شيء، وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم. وذكر الإمام أحمد عنه أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم، وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم. وقد رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام، يعني حديث سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث حبيب ابن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس بصحيح، قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصري، إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديثا. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه. وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد بن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما محرما، فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة فقال: رجل صدوق، والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد بن جبير خطأ من قبله. قال أحمد في كتاب الأشجعي عن سعيد بن جبير مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولا يذكر فيه صائما. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم. ورواه عبد الرزاق عن معمر بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وروح عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما. وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله حدثنا وكيع عن ياسين الزيات عن رجل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان بعدما قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو عبد الله: الرجل أراه أبان ابن أبي عباس يعني، ولا يحتج به. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: روى محمد ابن معاوية النيسابوري عن أبي عوانة عن السدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فأنكر هذا. ثم قال السدي عن أنس: قلت نعم، فعجب من هذا. قال أحمد: وفي قوله أفطر الحاجم والمحجوم غير حديث ثابت. وقال إسحاق: قد ثبت هذا من 5 أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار ولا آخره، بل قد روي عنه خلافه، ويذكر عنه من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه من حديث مجالد وفيه ضعف. فصل. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم، وروي عنه أنه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثمد ولا يصح. وروي عنه أنه قال في الإثمد: يتقه الصائم، ولا يصح. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث منكر،
أما عن هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع، انتظروني بعد هذا الفاصل. رمضان أهلا مرحبا رمضان، مرحبا رمضان.